إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن كما كتشاهدوا استنفار أمني كبير بمدخل طريق سيار بمدينة العرائش بعد توقيف كار في الأفارقة من دول جنوب الصحراء، واستنفار أمني كبير بمدخل العرائش. ما يقارب تقريبا 20 شخص تم التوقيف ديالو في هذه الحافلة اللي كانت متجهة صوب مدينة طنجة بالمدخل الأول لطريق السيار بمدينة العرائش. إذن توقيف كار في أفارقة من دول جنوب الصحراء واستنفار أمني كبير بمدخل مدينة العرائش. لحظة توقيف هذه الأفارقة، هذا الكار اللي كان جاي من مدينة الدار البيضاء ودخل مدينة العرائش اللي حط بعض المسافرين هنا بالمدينة، ولكن تم توقيف ديالهم بطبيعة الحال، توقيف ديال هذه الحافلة من طرف رجال الدرك الملكي اللي بعد المراقبة اتضح أنه ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء وتم التوقيف ديالهم بطبيعة الحال، والآن كيديروا معهم كما كنقولوا البحث جاري. استنفار أمني كبير هنا بالمنطقة، حضور رجال الدرك الملكي، رجال الأمن، حضور باشا المدينة، حضور رئيس الدائرة، حضور القيادة بطبيعة الحال، حضور قائد جماعة العمرة، حضور قيادة ديال مدينة العرائش، واستنفار أمني كبير هنا بعد توقيف ما يقارب 20 شخص كانوا على متن هذه الحافلة المتجهة صوب مدينة طنجة من دول جنوب الصحراء. إذن كما كتشاهدوا متابعين الأوفياء متابعي قناة شوف تيفي، استنفار أمني كبير بعد توقيف كار في أفارقة من دول جنوب الصحراء بمدخل العرائش طريق السيار. هذه الحافلة اللي كانت متجهة صوب مدينة طنجة بعد التوقيف ديالها بمدخل طريق سيار بمدينة العرائش. استنفار أمني كبير هنا بالمنطقة بعد توقيف كار في ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء. إذا رجال الدرك الملكي، رجال الأمن، رجال القوات المساعدة، باشا مدينة العرائش، القيادة بطبيعة الحال بمدينة العرائش، وقائد جماعة العوامرة، الكل حاضر بطبيعة الحال، الكل متوقف لحظة توقيف هذا الكار اللي كان محمل فيه الأفارقة وكانوا متجهين صوب مدينة طنجة. إذن لازلنا متابعين الأوفياء متابعي قناة شوف تيفي في هذا الاستنفار الكبير الآن بمدخل مدينة العرائش لحظة توقيف كار فيه أفارقة من دول جنوب الصحراء، واستنفار أمني كبير هنا بالمنطقة بعد توقيف هذه الحافلة اللي جات من مدينة الدار البيضاء ودخلت مدينة العرائش باش تنزل الركاب، ولكن رجال الدرك الملكي بطبيعة الحال اللي تم التوقيف ديال هذه الحافلة واللي داز بطبيعة الحال واكيد في المراقبة، وتم توقيف ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء، 20 افريقي اللي كانوا متجهين
بالحافلة صوب مدينة طنجة. استنفار أمني كبير الآن بمدخل مدينة العرائش بعد توقيف حافلة ألمتنها ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء اللي كانوا متجهين في هذه الحافلة صوب مدينة طنجة. إذا استنفار أمني كبير بالمنطقة بعد توقيف حافلة لنقل الركاب اللي جات من مدينة الدار البيضاء ونزلت بعض المسافرين هنا مدينة العريش، وتم التوقيف ديال هذه الحافلة من طرف رجال الدرك الملكي بعد ما لقاو فيها تقريبا ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء كانوا متجهين صوب مدينة طنجة. إذن كما كتشاهدوا استنفار أمني كبير هنا بالمنطقة بعد توقيف ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء. إذن استنفار أمني كبير هنا بعد ما تم توقيف ما يقارب 20 شخص كانوا على متن حافلة متجهين صوب مدينة طنجة. إذن الكل بطبيعة الحال حاضر هنا، باشا مدينة العرائش، رئيس الدائرة ديال السد العربي، قيادة بطبيعة الحال ديال المقاطعة 76، قائد جماعة العوامرة بطبيعة الحال بدوره حاضر. إذن كما كتشاهدوا استنفار أمني كبير هنا بعد توقيف هذه الحافلة المتجهة صوب مدينة طنجة واللي كتحمل ما يقارب تقريبا 20 شخص من دول جنوب الصحراء. أكيد أن يقظة رجال الدرك الملكي بطبيعة الحال، التدخل السريع واليقظة ديال هاد الرجال، بفضلهم أنه تم توقيف ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء. يعني تم فتح تحقيق بطبيعة الحال حول هاد الواقعة ديال نقل هاد الأشخاص. you
ديال المتبي الأوفياء متبي قناة شوف تبي استنفار أمني كبير، أمني كبير هنا بمدخل طريق السيار بمدينة العرائش بعد ما تم توقيف، بعد ما تم توقيف حافلة نقل الركاب اللي جات من مدينة الدار البيضاء، واللي تم التوقيف ديالها بسبب ما كانت هزت تقريبا ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء متجهين صوب مدينة طنجة. ديال الذين متبين فيها متبي قناة شفت بي في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدخل طريق سيار بمدينة العرائش، برافو رجال الدرك الملكي ورجال الأمن بطبيعة الحال. لحظة توقيف كار حافلة كانت ما هزت تقريبا ما يقارب 20 شخص من دول جنوب الصحراء، كار فيه الأفارقة بطبيعة الحال ما يقارب 20 واحد.